بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة النهاردة بالتأكيد جاية بشكل مهم جدا، لأنها جاية بعد ساعات قليلة جدا من مراسم قرعة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية. والنهاردة بشكل رسمي اتعرفنا على الفريق المنافس أو الفرقتين اللي هيواجهوا بعض في الدور التمهيدي الأول استعدادا لمواجهة الأهلي في الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال إفريقيا. النادي الأهلي بالتأكيد حامل هذا اللقب، فاز بدوري أبطال إفريقيا 11 مرة، وهينطلق مشواره الإفريقي في منتصف شهر 9 بمواجهة بطل إثيوبيا أو بطل زنجبار. بالتأكيد مواجهة متكررة في الفترات الأخيرة في حال تأهل سان جورج بطل إثيوبيا إلى الدور التمهيدي الثاني لمواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا. حلقة مهمة جدا، هنتكلم على القرعة وكواليس القرعة والمواجهات المباشرة في هذه البطولة. كمان النهاردة هنتكلم على شروط القيد بالنسبة للموسم الجديد. اتحاد الكرة بالفعل اعتمد رسميا شروط القيد للموسم الجديد تحديدا في الدوري العام. وكمان هنتكلم على موضوع الإعارات، في تعديلات تمت في مسألة الإعارات النهاردة هنتكلم عليها. كان الاتحاد الدولي أقرها الموسم الماضي، ولكن الاتحاد المصري طبقها من الموسم الحالي. هنتكلم في ملفات كتيرة جدا وكواليس مهمة زي ما انتم متعودين مننا، ولكن عشان وقتنا نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي، الخطيب يجتمع مع لجنة التخطيط، وكمان الأهلي يواجه الفائز من مواجهة بطل إثيوبيا أو زنجبار في بداية رحلة النجمة الـ12. وأخيرا الفريق يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة المصري. بكرة مباراة مهمة جدا في ختام الدوري العام، الأهلي داخل مباراة المصري بثوب جديد في ظل قرار رسمي اتخذه مارسيل كولر بإراحة عدد كبير جدا من اللاعبين خلال الفترة اللي جاية. في كواليس متعلقة بالتدريب، والنهاردة التدريب الوحيد والختامي قبل السفر إلى برج العرب. كل التفاصيل دي بالتأكيد هنعرفها، ولكن بعد الفاصل. النهاردة كانت قرعة مهمة جدا في مسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية. خلاص الموسم الماضي انتهى بسرعة على المستوى الإفريقي، والناس بتستعد لموسم جديد هينطلق إن شاء الله خلال الشهر المقبل. طيب النهاردة قرعة الدور التمهيدي الأول والثاني. كلنا عارفين أن الدور التمهيدي الثاني في يعني أندية تم إعفائهم من المشاركة في التمهيد الأول، حوالي 10 أندية في دوري الأبطال. قدامكم على الشاشة طبعا يمكن دي كواليس مراسم قرعة دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية، عقدت اليوم حوالي الساعة 2 الظهر في مقر الكاف في أكتوبر. بدأوا الأول بدوري الأبطال، وزي ما قلت لحضراتكم كان في إعفاء لحوالي 10 أندية من الدور التمهيدي الأول اللي هو دور الـ 64. إعفاء ترجي، بلوزداد، حرية كوناكري الغيني، الأهلي، بيراميدز، مامولدي سان داونز، سيمبا التنزاني، بيترو أتلتيكو الأنغولي، تيبي مازيمبي الكونغولي. وبالتالي العشر أندية دول كانوا مستنيين يعرفوا الفائز من الدور الـ 64 عشان يواجهوهم في دور الـ 32. وبالفعل زي ما انتم شايفين على الشاشة قدامكم طبعا، يعني بعد تحديد الأندية المعفاة اتعرفت المواجهات بالنسبة لدور الـ 64، وكمان في حال التأهل مواجهات دور الـ 32. طيب في دور الـ 64 في مباراة ما بين حافيا كوناكري الغيني مع جنراسيون فود السنغالي، طبعا الفائز بينهم هيواجه الوداد المغربي. جارد النيجر هيلاعب داون من بوركينا فاسو، والفائز هيواجه الترجي التونسي. بو رينجرز من سيراليون هيلاعب ليسكر الليبيري، والفائز هيواجه شباب بلوزداد الجزائري. ميدياما الغاني هيواجه ريمو ستارز النيجيري، والفائز هيواجه حوري كوناكري الغيني. طبعا المواجهة القادمة مواجهة بتهمنا كلنا، لأن الأهلي هيكون في مواجهة الفائز من سان جورج الأثيوبي مع كيم كام بطل زنجبار. كلنا عارفين أن في مواجهة ما بين سان جورج وكيم كام بطل زنجبار، الفائز بينهم هيواجه الأهلي في دور الـ 32. ومعيار القرعة برضو كان مرتبط بنقطتين، أولا التصنيف، ثانيا التوزيع الجغرافي، عشان المواجهات ما تكونش فيها صدمات قوية، وقدر الإمكان بيحاول الكاف بيتجنب المواجهات القوية في الأدوار الأولى، حرصا على فكرة برضو أن يكون في منافسات قوية في الأدوار المقبلة، وكمان مع مراعاة السفر والمناطق الجغرافية نتيجة كلنا عارفين طبعا صعوبات السفر في القارة الإفريقية. طيب بيراميدز في أول سنة هيشارك في دوري الأبطال، هينتظر الفائز
بين ديكاداها بطل الصومال مع الجيش الرواندي. ايضا مامولدي سان داونز الجنوب افريقيا ينتظر الفائز بين بنجي بطل الجابون مع بومورو بطل بوروندي. سيمبا يواجه الفائز بين افريكان ستارز بطل نابيبيا مع دينموز هيريري بطل زامبيا. بترو اتلتيكو هيواجه الفائز بين سونجو بطل موزمبيق مع مبا بطل اسواتيني. تيبي ميما زيمبي الكونغولي هينتظر الفائز بين دراجون بطل غينيا الاستوائيه مع بيج بوليتس بطل ملاوي. ثم المواجهات القادمه هي مواجهات بقى ما بين فرقتين، الفائز يواجه الفائز من فريقين اخرين. يعني اهلي بنغازي الليبي هيلعب انيمبا نيجيري، مواجهه صعبه جدا لاهلي بنغازي. الفائز منهم هيواجه القطن البنيني مع اسك ميموزا الايفواري. كمان شباب قسنطينة الجزائري هيواجه النجم الساحلي التونسي، ديربي شمال مغاربي قوي جدا في الدور ال 64. الفائز من شباب قسنطينة الجزائري مع النجم الساحلي التونسي هيلاعب اسكو ديكارا بطل توجو مع الجيش الملكي المغربي. يعني كمان مرشح ان يكون في مواجهه عربيه في الدور ال 32 سواء فاز بطل الجزائر او فاز بطل تونس. دي مواجهه قويه جدا. طيب نروح كمان للمواجهات الثانيه. ريال باماكو المالي هيلاعب القطن الكاميروني، والفائز يواجه الفائز من نوازيبو بطل موريتانيا مع اهلي طرابلس الليبي. الفرق الليبيه يمكن حظها سيء في القرعه، عندها مواجهات صعبه، واهلي بنغازي تحديدا عشان يوصل لدور المجموعات دور ال 16 عنده يعني مرحله صعبه. انيمبا النيجيري في اسك ميموزا مواجهات قويه. اول اغسطس الانجولا هيلاعب فيتا كلاب الكونغولي، الفائز منهم هيلاعب سلام بطل جنوب السودان مع الهلال السوداني. يعني في مواجهه ما بين الهلال السوداني مع فريق من بطل جنوب السودان، دي اول مره تحصل على فكره على المستوى الافريقي يكون في فريق من السودان بيواجه فريق من جنوب السودان. الفائز منهم هيلاعب اول اغسطس او فيتا كلاب الكونغولي. مواجهه اول اغسطس مع فيتا كلاب ايضا مواجهه قويه جدا. طيب اخر مرحلتين، اوتوهو بطل جمهوريه الكونغو هيلاعب المريخ السوداني، والفائز منهم هيلاعب الفائز بنيانج افريكانز التنزاني مع التيليكوم بطل جيبوتي. ثم جالاكسي بطل بوتسوانا هيلاعب فايبرز بطل اوغندا، والفائز منهم هيلاعب جبل جزر القمر او اورلاندو بايرتس بطل جنوب افريقيا. دور التمهيدي الاول هيتلعب في شهر 8، منتصف 8 واخر 8. الدور التمهيدي الثاني اللي هيلعب فيه النادي الاهلي خلاص رسميا هيكون احد ايام 16 او 17 9 والاياب 29 او 30 9 او 1 اكتوبر. دي مواجهات دوري الابطال، وكلنا خلاص عرفنا بشكل رسمي مين اللي هيواجه الاهلي في دور ال 32، خاصه بعد ما تاكد رسميا ان الاهلي هيشارك في دور ال 32 بعد تعديل الاقتراح الذي نوقش في الفتره الاخيره ان ممكن فرق السوبر ليج يتم اعفائها من الدور التمهيدي. دلوقتي الاهلي اصبح يعني اول مباراه رسميه ليه يوم 16/9. يوم 16/9 هتكون المباراه الاولى للاهلي في اثيوبيا او في زنجبار. طبعا الفوارق الفنيه تقول ان سان جورج الاثيوبي فرصه اكبر في التاهل، وان كان الكوره طبعا معودانا دايما على المفاجات، ولكن لو الاهلي هيواجه بطل زنجبار هتبقى اول رحله رسميه للاهلي لدوله زنجبار خلال الفتره اللي جايه. لكن مواجهه سان جورج مواجهه متكرره، سبق واجهنا فرق اثيوبيه كثيره في الفترات الاخيره، وفريق سان جورج من الفرق اللي دايما بتتواجد في الادوار التمهيديه لكن ما بتقدرش تكمل لانها بتصطدم دايما يا اما فريق من شمال افريقيا يا اما بتصطدم بفريق النادي الاهلي. اذا الاهلي اول مواجهه رسميه ليه قدامكم على الشاشه اهي المواجهات دور ال 32. اول مواجهه رسميه هتكون ان شاء الله في منتصف 9. النادي الاهلي السنه دي هيلعب 14 مباراة في دوري الأبطال إذا تأهل إلى نهائي دوري الأبطال. 14 مباراة بخلاف 6 لقاءات في السوبر ليج، بخلاف لقاء السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة. يعني بنتكلم في 21 مباراة إفريقية للنادي الأهلي هيلعبها السنة دي. طيب بالمناسبة كمان بعد قرعة دوري الأبطال كان في قرعة كأس الكونفدرالية، وطبعا شفتوا القرعة وشفتوا الفرق، وده تأكيدا لكلامي اللي قلته قبل كده. مسابقة كأس الكونفدرالية من أضعف النسخ خلال الموسم اللي جاي. كل الفرق المصنفه بتلعب في دوري الابطال، لدرجه ان حتى وهما بيشوفوا الفرق اللي هيتم اعفائها من الدور التمهيدي الاول شافوا ان هيتم اعفاء ما يقرب من حوالي 12 نادي، بس ال 12 نادي اللي هيتم اعفائهم مش كلهم مصنفين،
في منهم 8 او 9 بس اللي مصنفين، فاضطروا كمان يعملوا اعفاء لثلاث انديه ما لهاش تصنيف في البطولات الافريقيه، ولكن خدوا بمعيار ان الفرقه دي لعبت في المسابقات الافريقيه قبل كده. كان على ابرزهم طبعا سوبر سبورت بطل جنوب افريقيا اللي واجه الاهلي على فكره في 2011 في دوري الابطال. النهارده تاكدت بشكل رسمي ان الزمالك وفيتشر لن يشارك في الدور التمهيدي الاول زي الزمالك زي الاهلي وبيراميدز. طيب الزمالك هيلاعب مين؟ الزمالك هيلعب في دور ال 32 الدور التمهيدي الثاني، هيواجه الفائز بين ارتا سورار الجيبوتي مع هورسيد الصومالي، يعني فريق من جيبوتي او فريق من الصومال، الفائز منهم هيلاعب الزمالك في دور ال 32. طيب خدوا بالكم على فكره بالمناسبه، طبعا المواجهه على الورق سهله لكن برضو كل المفاجآت وارده في البطوله، سبق قبل كده في فريق صومالي انا اعتقد برضو كان عمل نتيجه ايجابيه مع الزمالك واقصاه من الادوار التمهيديه، فمواجهه على الورق سهله ولكن في الملعب كل شيء وارد، فريق من جيبوتي فريق من صومال هيواجهوا الزمالك في دور ال 32. فيوتشر اللي بعد اول سنه مشاركه في مسابقات الاتحاد الافريقي تم اعفائه نتيجه زي ما قلت لحضراتكم ان البطوله ضعيفه ما فيهاش فرق مصنفه، ففيوتشر من اول سنه ومن 5 نقاط تم اعفائه من الدور التمهيدي في سابقه تاريخيه لم تحدث من قبل ان الفريق يكون عنده 5 نقاط ويتم اعفائه، ولكن كل الفرق القويه في دور الابطال، فبالتالي فيوتشر مش هيلعب دور التمهيدي الاول، ولكن في الدور التمهيدي الثاني اللي هو دور ال 32 هيواجه الفائز من سكندا بيج ستارز بطل تنزانيا مع جوكا بطل زنجبار ايضا، يعني ممكن فيوتشر يبقى عنده مواجهه محتمله مع فريق من زنجبار زي الاهلي في دوري الابطال عنده مواجهه محتمله مع فريق من زنجبار. طبعا ليه عدد الانديه المعفاه في دوري الابطال والكونفدراليه كتير بالمقارنه بالسنين اللي فاتت؟ لان السنه دي حصل حاجتين، اول حاجه الفرق اللي شاركت ما كانتش كتير، عدد الفرق اللي تاكد مشاركتها في دوري الابطال والكونفدراليه اقل من السنين اللي فاتت، فبالتالي عدد الانديه المعفاه كتير، 10 في دوري الابطال 12 في الكونفدراليه. الحاجه الثانيه في انديه رغم ان هي هتشارك ولكن الاتحاد الافريقي استبعدها لوجود خلل في معيار التراخيص وعدم اعتماد ملف هذه الانديه في البطولات القادمه نتيجه عدم يعني وجود شفافيه في ملف الترخيص. الاتحادات الوطنيه تعاملت بشفافيه والاتحاد الافريقي اعتمد استبعاد هذه الانديه ابرزهم فريق جورماهيا الكيني لم يشارك في هذه البطوله نتيجه طبعا عدم حصوله على رخصه الانديه المحترفه، عليه ديون عليه مستحقات عليه حاجات كتير فبالتالي ما كانش ينفع يشارك. هل ده ممكن نشوف الفتره الجايه بيحصل في الدوري المصري؟ اشك، في انديه كتير بتلعب في الفترات الاخيره في البطولات الافريقيه، الاتحاد المصري بيحاول قدر الامكان يجد اي تسهيلات من اجل السماح لها بالمشاركه، ولكن لو بصينا على الورق لا، في انديه ما ينفعش تلعب في افريقيا، بدليل ان اول سنه لما تم اقرار فكره ان اي نادي هيشارك في المسابقات الافريقيه لازم يكون معاه رخصه الانديه المحترفه، في انديه خدت رخصه مؤقته وفي نادي وحيد خد رخصه دائمه، مين؟ كان النادي الاهلي. النادي الاهلي من دي 1 من اول يوم لما اتطبق ملف رخص الانديه المحترفه الاهلي كان النادي المصري الوحيد اللي خد رخص الانديه المحترفه بشكل دائم، ما خدش رخصه مؤقته. ايه الفرق؟ الرخصه الدائمه انت ورقك سليم، اجراءاتك ممتازه، ما عندكش مشاكل. الرخصه المؤقته عندك مشاكل فبتحلها. السنه دي بتحلها، السنه الجايه عندك استثناء بتحلها. فكل سنه بتاخد رخصه بشكل مؤقت نتيجه ان الاتحاد الوطني بيحاول يسهل لك كل الترتيبات وكل الاجراءات، وده اكبر دليل، ده اكبر دليل ان النادي الاهلي محدش بيساعده، النادي الاهلي بياخد الرخصه بناء على مجهوده بناء على شغله، الاهلي بيشتغل وبياخد كل اجراءاته بنفسه، محدش بيقدم له تسهيلات، لكن التسهيلات بتبقى عند ناس تانيه، تسهيلات في القيد، تسهيلات في سداد المستحقات، تسهيلات في فتح حسابات، تسهيلات في الضرايب، تسهيلات حاجات كتير قوي. فبالتالي الناس اهي من الورق اهو تشوف مين اللي بيشتغل وبياخد حقه ومين اللي دايما بيشتغل على الاستثناءات وبيقول لك انا مظلوم، بس هو بياخد حقه وبياخد اكتر من حقه كمان. احنا بس بنفكر الناس واحنا بنتكلم على المسابقات الافريقيه والرخص لان ده تاكيدا لكل سنه ايه اللي بيحصل عشان الناس بس ما تنساش، لان البعض بيحاول يعني ايه يقدم حاجات او معلومات غلط، بس احنا بنقول لحضراتكم ملف رخص الانديه المحترفه كان اكبر دليل نقول فيه مين اللي بيشتغل بجد وبياخد الرخصه بشكل صحيح ومين اللي بيتم مساعدته. وتاكيدا على كلمه مين اللي بيتم مساعدته، طالما
ودي نقطة بقى لأي زميل بيتفرج أو بيتابع أو حتى للجمهور، عشان دي نقطة مهمة جدا. طالما النادي اللي هيشارك في إفريقيا السنة الجاية خد رخصة الأندية المحترفة، يبقى حضرتك ما عندكش مشاكل. نركز في الجملة دي كويس قوي. معنى إنك تم اعتمادك للمشاركة في المسابقة الإفريقية القادمة، دوري الأبطال أو كأس الكونفدرالية، وخدت شهادة برخصة الأندية المحترفة، يبقى أنت ما عندكش مشاكل. لا تطلع تقول عندي مشكلة في الحسابات، لا تطلع تقول عليا مديونيات، لا لا لا، الحاجات دي كلها ما تتقالش. ليه؟ لأن أنت خلاص خدت الرخصة. طالما خدت الرخصة ما عندكش مشكلة. هتطلع تقول عندي مشكلة، يبقى الرخصة دي فيها حاجة غلط. الناس تاخد بالها بس من الكلام اللي بقوله، لأن الكلام اللي بقوله ده أنا واثق مش هتسمعوه في حتة. معنى إنك خدت الرخصة وهتلعب في أفريقيا، يبقى عندكش مشكلة في أي حاجة، في أي حاجة، ما عندكش مبرر لأي حاجة. لكن هتطلع تقول أنا عندي مشاكل، يبقى ملف الرخصة بتاعك فيه حاجة غلط. اللي فاهم أكيد عارف اللي بين السطور. طيب، الكاف النهاردة كمان أعلن إن في ديسمبر 2023 تحديدا يوم 11 ديسمبر المغرب هتستضيف جائزة ذا بيست، حفل تقديم الأفضل في مسابقات الاتحاد الإفريقي وأفضل لاعب محترف وأفضل لاعب إفريقي في هذا العام. وتحديدا هتكون الجائزة على المنافسات اللي بدأت من شهر 9/2022 حتى شهر 6/2023. الجوائز بتشمل إيه؟ أفضل لاعب، أفضل لاعب شاب، أفضل فريق، جائزة مدرب العام، أفضل نادي، أفضل هدف، وكمان أفضل لاعبة. الجائزة دي اتعملت السنة اللي فاتت وبتتعمل السنة دي، ومرشح طبعا النادي الأهلي يكون موجود على الأقل في 3 جوائز: أفضل نادي، أفضل لاعب، أفضل مدرب. 3 جوائز مهمة جدا. النادي الأهلي بإذن الله هيكون له نصيب الأسد في الحصول على هذه أو على يعني الجوائز دي كلها في حفل الكاف في المغرب يوم 11 ديسمبر. طبعا الناس كلها بتتكلم على اختيار التوقيت، إن توقيت غير مناسب، الأهلي مرشح للحصول على أكتر من جائزة في المغرب، وفي نفس الوقت الأهلي هيكون مرتبط بكأس العالم للأندية في جدة بالمملكة العربية السعودية، والبطولة هتبدأ يوم 12. بس طبعا الأهلي مش هيشارك 12، الأهلي هيبدأ حوالي 14 أعتقد، لأنه رايح البطولة كبطل إفريقيا، فهيلعب من الدور الثاني مش من الدور الأول يوم 11، فهيلعب يوم 14. فباقي 3 أيام، يعني الفرق ما بين الحفلة وأول مباراة للأهلي 72 ساعة. هل ممكن بقى يكون في حضور لمارسيل كولر، لكابتن الفريق، عضو من مجلس اداره النادي الاهلي؟ يمكن المره اللي فاتت كان حاضر المهندس خالد مرتجي نفس الحفل ده في المغرب، لان الاهلي وقتها كان مرتبط بمنافسات، فساعتها الاهلي يمكن اكبر جائزه واهم جائزه خدها محمد الشناوي كاحسن لاعب في مسابقات افريقيا. ف 72 ساعه ما بين اول مباراه للاهلي في كاس العالم مع حفل الكاف يوم 11 ديسمبر، هنشوف ده الفتره الجايه هل ممكن هيكون في حضور ولا لا بالنسبه لحفل الكاف. طيب، موضوع تاني كمان مهم جدا، وانتم متعودين مننا دايما بنقول كل الجديد. النهارده الاتحاد المصري اعتمد شروط القيد في الموسم الجديد، ولوائح القيد في الموسم الجديد فيها مفاجآت. انا على المستوى الشخصي مش متفاجئ منها، لان كانت كلها تعليمات من الفيفا صدرت من العام الماضي وتم ارجاء تنفيذها للعام الحالي. فالاتحاد الدولي كان اعتمد ده بالنسبه للوائح شؤون اللاعبين، وكلنا عارفين ان اسطمبه اللوائح شؤون اللاعبين بتبقى موجوده في العالم كله. انت ممكن تزود بعض البنود بما لا يخل باللائحه الاساسيه اللي وضعها الاتحاد الدولي، ولكن لوائح قيد الموسم الجديد فيها حاجات مهمه لازم اشرحها لحضراتكم. اول حاجه، خلاص تم اختار الانديه بشكل رسمي للائحه القيد في الموسم الجديد، واول حاجه في هذا الاختار ان اللعيبه المقيده في دوري الموسم المقبل هتكون 30 لاعب لكل نادي، 30 لاعب لكل نادي، ويسمح بقيد 5 لاعبين مواليد 2001 بالقسم الثاني والثالث. يعني مثلا الاهلي عنده فريق 2001، فريق 2001 في النادي الاهلي حاليا، لو خدت منه لعيب تأيده ضمن ال 30. طب لو ما خدتش منه لعيب، اللعيب ده اصبح متاح انه ممكن يتأيد في القسم الثاني والثالث لو ما عندوش عرض في القسم الاول اللي هو الدوري الممتاز. فبالتالي الدوري الممتاز السنة الجاية كل نادي قيمته 30 لاعب فقط، لا في 5 تحت السن ولا في 5 فوق السن، 30 لاعب. طيب تعالوا نبص كده على موضوع الأجانب. يسمح بقيد عدد 5 لاعبين أجانب كحد أقصى في كل نادي من أندية القسم الأول.
يعني خلاص القسم الاول السنه اللي جايه 5 اجانب زي ما هم. طيب الاعاره، بصوا بقى الاعاره فيها مفاجات. اولا لا يجوز للنادي اعاره اكتر من 7 لعيبه خلال الموسم. اكتر من 7 لعيبه خلال الموسم، على فكره سواء اعاره داخليه او خارجيه. يعني النادي الاهلي السنه دي لو عايز يطلع اعارات اقصى حاجه 7 لعيبه سواء داخليا او خارجيا. طيب لو انت عايز تستعير لعيبه، تاخد لعيبه من بره او من داخل مصر على سبيل الاعاره، اقصى حاجه 7 لعيبه، اقصى حاجه 7 لعيبه. طيب لو انت هتعير لعيبه لنادي واحد من ضمن السبعه اللي هتطلعهم، ما ينفعش تعير لنادي واحد اكتر من 3. يعني مثلا الاهلي هيطلع لسموحه او سيراميكا، سموحه مثلا عدد لعيبه معاره، ما ينفعش تطلع اكتر من 3، تطلع 3 بس، والثلاثه دول من السبعه مش 3 غير السبعه، لا انت خلاص الهيد الاساسي انت عندك 7، دول هيطلعوا اعارات. لما تيجي تطلع لنادي واحد ما تطلعش اكتر من 3، هتيجي تطلع لاعب رابع يقول لك لا، سيستم القيد هيمنع اعاره لاعب رابع لنفس النادي. طيب لو هتستعير من نادي سين مثلا، نادي سين ده عنده لعيبه كويسه وتم الاتفاق اللي انت تاخد منه عدد كبير من اللعيبه، لا يجوز استعاره اكتر من 3. يعني هتطلع لنادي واحد طلع 3 لعيبه، هتاخد من نادي واحد تاخد 3 لعيبه، هتطلع لعيبه داخل او خارج ما يزيدوش عن 7. اوكي، هتاخد لعيبه داخل او خارج ما يزيدوش عن 7، ده في ملف الاعارات مش بتكلم في البيع النهائي. اللعيبه الاجانب زي ما قلت لحضراتكم خلاص هم 5 لاعبين اجانب. طبعا انا بركز اكتر على القسم الاول لان القسم الثاني فيه ارقام مختلفه، لكن تركيزي كله على القسم الاول. طيب الاجهزه الفنيه والاداريه، بص النقطه اللي جايه دي مهمه جدا. اي نادي هيسجل عقد مدرب او عقد لعيب هيوثق ويدفع 3% من القيمه السنويه للتعاقد، بالاضافه الى 14% قيمه مضافه. اي جهاز فني مش معاه الاي دي بتاع البطوله مش هيسمح لي التواجد على الدكه خلال المباريات. طيب لن يسمح للمدير الفني التعاقد مع نادي ان يتولى مسؤوليه نادي اخر حال فسخ التعاقد من جانبه. يعني انت مضيت مع نادي وفسخت التعاقد، ما ينفعش تنتقل لنادي تاني، ولكن يسمح ليك بالتعاقد مع نادي اخر اذا تم الاستغناء عنه، وذلك بحد اقصى ناديين فقط. نفس البند اللي كان موجود العام الماضي. طيب فترات القيد بقى هتبدا امتى؟ وده طبعا نقطه مهمه جدا عشان الناس تبقى عارفه القيد هيشتغل ازاي. طيب فتره القيد الاولى اعتبارا من الخميس 27/7، الخميس اللي جاي بعد بكره. بعد بكره هيتم فتح باب القيد بالنسبه للقائمه الاولى. يعني انت عندك قائمه اولى دلوقتي فيها مثلا 30 لاعب. من يوم الخميس اللي جاي لغاية يوم 5/8، يعني بنتكلم في حوالي 8 أيام من 27/7 ل 5/8، دي مساحة عندك تأيد اللاعبين القدامى اللي كانوا معاك السنة اللي فاتت، ودي اللي بيسموها القايمة الأولى. أي لاعب مش هيكون مقيد في القايمة الأولى بيطلع فري، بيبقى خلاص لاعب حر، أنت ما قيدتوش في القايمة، بتلتزم بعقده، لكن اللاعب ده مش على ذمتك لأن أنت ما حطيتوش في القايمة الأولى. فالقيد الفترة الأولى من 27/7 ل 5/8. طب القوائم الإضافية، اي لعيب هتجيبه صفقه جديده هيضاف من امتى لغايه امتى؟ طيب هيضاف من فتره 27/7 لغايه 14/9. نهايه القيد غلق باب القيد للدوري الممتاز هيكون يوم 14/9. عندك فتره من 27/7 ل 14/9 تقدر تجيب الصفقات والتعاقدات وتسجل هؤلاء اللاعبين لغايه يوم 14/9. فترة القيد الثانية معروفة من 1 يناير لغاية 31 يناير، ومحطوط بقى رسوم الشكاوي، بتدفع 10,000 جنيه لو عايز تقدم شكوى في لعيب أو اللعيب عايز يقدم شكوى في الاتحاد، والكلام اللي أنتم عارفينه الخاص بالأمور المالية بالنسبة لتوثيق العقود والكلام ده. طيب بالنسبة للحكام، وده بند مهم جدا عايز أختم بيه الفقرة دي، لأن كل سنة بنقول نفس الكلام وفي الآخر بندور على المستحقات، محدش بيبقى عارف هي اتصرفت فين وراحت فين. يسدد كل نادي من أندية القسم الأول، كل نادي في القسم الأول 1,750,000 جنيه لخزينة الاتحاد. كل نادي هيلعب في الدوري
وهو رايح كده بيسجل اللعيبه، وقبل ما يبدا الموسم يحط شيك كده او يحط كاش في الحساب البنكي للاتحاد 1,750,000 جنيه، عشان الفلوس دي مخصصه للحكام اللي يتم الصرف عليهم مستحقاتهم على مدار الموسم. كل نادي 1,750,000، يعني 2,000,000 الا ربع. شوف بقى اضرب ده في 18، شوف الرقم بيطلع كام، وفي الاخر ما بتلاقيش بقى فلوس المستحقات للحكام. بالمناسبه الرقم ده مقسم لجزئين، اول حاجه 875,000 بتسدد لرابطه انديه القسم الاول مع القايمه الاولى، يعني وانت رايح تسجل في القيد الاول لغايه 14/9 بتدفع 875,000، ولما تيجي في يناير فتره القيد الثانيه بتدفع 875,000، يعني مش بيجبرك انك تدفع 2,000,000 الا ربع دفعه واحده، لا على دفعتين، 875,000 لغايه 14/9 و 875,000 في شهر يناير 2024. طيب الكشف على المنشطات، كل نادي ملزم بدفع 100,000 جنيه تقسم على دفعتين مع كل فتره تسجيل، هتدفع 50,000 دلوقتي و 50,000 في يناير عشان اتحاد الكوره يقدر يساعد بيها في موضوع الكشف على المنشطات اللي احنا مش عارفين هو اصلا فيه ولا مفيش. دي لائحه القيد الرسميه حصلت عليها بشكل رسمي من خلال احد المصادر في اتحاد الكوره قبل الحلقه، مفيش بدايه بسيطه جدا عشان اشرح لحضراتكم ايه اللي حصل بالنسبه للقيد الموسم اللي جاي ومستحقات الحكام والقيد والاعارات والارقام المتعلقه بالتسجيل خلال الفتره اللي جايه. نخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل باقي فقرات برنامج الترند. السوشيال ميديا فيها كلام وتفاصيل مهمه جدا، نطلع نشوف اخر اخبار الترند. اخر اخبار الترند، والبدايه بترند الاهلي ان فيها تفاصيل مهمه جدا. البدايه بحساب يلا كوره بطلب من الخطيب يلا كوره يكشف بنود الاجتماع الطارئ للجنه التخطيط للاهلي. اجتماع لجنه التخطيط في الاهلي بدا حوالي الساعه 3 العصر بحضور الكابتن محمود الخطيب مع لجنه التخطيط الكابتن محسن صالح والكابتن زكريا ناصف، ولكن جدول الاعمال يشمل ما يلي: اجتماع مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، ثم اجتماع يليه مع الكابتن خالد بيبو، واجتماع اخير مع الكابتن محمود عبد المنعم شطه. الاجتماع الاول لجنه التخطيط مع الكابتن محمود الخطيب بخصوص بعض الملفات المهمه جدا اللي بتخص قطاع الكره في الموسم الجديد. كمان الاجتماع بالكابتن سيد عبد الحفيظ طبقا للنشر في الموقع الرسمي، لان الكابتن سيد هيقدم تقرير على احداث مباراه الاهلي وبيراميدز في الجوله الاخيره من الدوري العام. وكمان كلنا عارفين ان القرارات التي صدرت من قطاع الكوره تجاه اللاعب حسين الشحات بتبقى طبقا للائحه، ولكن في تصور وفي تقرير طلبه لجنه التخطيط او طلبته لجنه التخطيط من مدير الكوره عشان يتناقش في اجتماع اليوم. كمان في اجتماع متعلق بقطاع الناشئين، وعشان كده هيحضر الكابتن خالد بيبو بعد اجتماع الكابتن سيد عبد الحفيظ، وفي اجتماع اخر هيكون بحضور الكابتن شطه في نهايه الاجتماع عشان موضوع الاكاديميات. طيب حساب الوطن سبورت بيقولوا ان في عقوبات جديده في انتظار الشحات بسبب ازمه بيراميدز، وشاهد جديد على الواقع. مصدر في الاهلي قال للوطن سبورت ان اجتماع الكابتن الخطيب مع لجنه التخطيط هيكون على خلفيه احداث مباراه الاهلي وبيراميدز، وان المصدر قال ان رئيس النادي ولجنه التخطيط هيستمعوا للكابتن سيد حول الاحداث اللي حصلت في المباراه، وبعدها سيتم تقييم الامور على مسؤوليتهم. هم اللي بيقولوا يعني ان في اتجاه قوي لزياده الغرامه على حسين الشحات او مضاعفتها بسبب ما حدث في اللقاء. طيب نروح كمان نشوف تبعات هذا الموضوع، لان النهارده لسه السوشيال ميديا بتتكلم في الموضوع ده. حساب يلا كوره بيقولوا مصدر ليلا كوره: لا توجد نيه لبيع او اعاره الشحات بعد وقعه بيراميدز. امبارح طبعا كلنا عارفين ان كان خرج، يعني مش عايز اقول خبر كاذب، يعني حد عنده فراغ فراح ضرب خبر عايز يزود نسبة المشاهدة، عايز حد يتفرج عليه، عايز يجيب اي اعلانات، فراح ضرب خبر قال لك الاهلي عرض حسين الشحات للبيع. طبعا الكلام ده ما حصلش خالص، لا الاهلي قال ولا الاهلي اعلن ولا الجزئية دي اصلا مطروحة من الاساس، ولكن الخبر عمل رد فعل كبير جدا. في يلا كورة سألوا مصدر في النادي الأهلي، مصدر مسؤول، قال لهم لا توجد نية لبيع أو إعارة الشحات بعد وقعة بيراميدز، وقال كمان الأهلي لا يفكر بهذه الطريقة. لينا حقوق كمان عند بيراميدز من قبل هذه الوقعة، وقال
المصدر ان الاجتماع اليوم بين الخطيب ولجنه التخطيط سيتم فيه مناقشه ملف الصفقات والراحلين وموضوع الشحات جزء بسيط منه. عاقبنا اللاعب وبالتالي لن نذبحه. يبقى بالتالي اللي اتقال امبارح طبقا للمصادر اللي خرجت ونفت هذا الكلام، حد كان بيحاول بس يضرب ايه؟ فرقعه عشان يزود نسبه المشاهده. طيب حساب كوره بلس بيقولوا اربع انديه تتنافس لضم علي معلول من الاهلي. امبارح علي معلول عمل ستوري على الانستجرام وقال لودينج. طبعا الحاله اللي نزلت على الانستجرام عملت رد فعل كبير جدا في مصر وفي تونس، ولغايه دلوقتي ما حدش عارف لودينج الايه. على فكره مش شرط ان يكون علي يقصد عرض او رحيل او من التفاصيل اللي اتكتبت امبارح في المواقع. لغايه اللحظه دي ما فيش حاجه رسميه، يعني ردا على اللي كتب امبارح في المواقع التونسيه قبل المصريه، لان البدايه كانت من تونس. موقع فوت 24 كتب وعلق على هذه الجزئية وقالوا إن في عرض لعلي معلول وإنه هيرحل عن الأهلي خلال الساعات القادمة. اهتموا بالتقارير الصحفية وقالوا إن في مفاجأة من العيار الثقيل في مستقبل التونسي علي معلول. قالوا إن في أندية سعودية، الهلال، الاتفاق، الشباب، في أندية قطرية. عموما هننتظر ونشوف مدى صحة هذا الكلام، لكن لسه علي كمان مستمر مع الأهلي، لسه باقي سنة في عقده مع الأهلي خلال الفترة اللي جاية. طيب المصري الرياضي دخلت على الخط، قالوا علي معلول هيمشي، فبالتالي يحيى عطيه الله صفقه جديده للاهلي في الميركاتو بعد صدمه معلول. يعني كوره بلس مشى معلول والمصري الرياضي جاب البديل. عموما هنشوف الموقف الرسمي الفتره الجايه، ولكن كل ده من اجتهادات السوشيال ميديا خلت المواقع تشتغل والكل بيحاول يتنبأ، لكن انا بقول باكد لكم محدش عنده معلومه رسميه، كله بيحاول يجتهد، وفي اللي بيحاول يضرب على فكره. يعني في حاله الناس بتحاول تفبرك وتضرب، بدليل موقع قال لك علي عنده يعني تقارير بتقول ان علي عنده عروض، وموقع تاني قال لك لا ده علي مشي والاهلي بيفاوض يحيى عطيه الله. طيب الوطن سبورت والحديث اليومي، النصر السعودي يحسم موقفه من التعاقد مع محمد الشناوي. موقع سبورت السعودي قالوا ان اداره النصر صرفت النظر عن التعاقد مع الشناوي. اساسا ما كانش في اي عرض رسمي للتعاقد مع الشناوي. الشناوي مستمر مع الاهلي، وقلنا واكدنا قبل كده كذا مره، كل الكلام دي اتصالات وديه من بعض الاصدقاء، ولكن على المستوى الرسمي مفيش حاجه جت للنادي الاهلي عشان نتفاوض او نتناقش في هذا الامر، والشناوي مكمل في الاهلي خلال الفتره اللي جايه. طيب كوره بلس ايضا خاص، رضا سليم ينتقل للاهلي لمده اربع مواسم. طبعا يعني احقاقا للحق عشان ندي كل حد حقه، المواقع المصريه امبارح كلها اجتهدت ونقلت من موقع البطوله المغربي، لأن أول موقع نشر هذا الخبر الغير رسمي حتى الآن كان موقع البطولة المغربي، وكل المواقع الرياضية المصرية خدت من الموقع البطولة وقالوا إن رضا سليم وقع للأهلي أربع مواسم، لكن في مواقع تانية قالت خمس مواسم، يعني ناس قالت أربعة وناس قالت خمسة. لكن عموما مصدر بنادي الجيش الملكي المغربي قال إن هم وافقوا على انتقال رضا سليم للأهلي خلال الفترة اللي جاية. على فكرة الموضوع ده ليه تبعات مهمة جدا عشان الناس تبقى عارفة ان اللي حاول في فترة يعمل أزمة للأهلي مع الأندية المغربية او الإعلام المغربي ما كانش بيدور على حقه، هو كان بيحاول يفسد صفقة هو داخل فيها، لأنه فشل في صفقة كان بيحاول يزاحم الأهلي فيها، وفي صفقة تانية بيحاول يزاحم الأهلي فيها. يا جماعة إدارات الأندية مهم جدا اللي يديرها يكون فاهم إدارة، مش أي وكيل لعيبة أو أي سمسار يفهم في الإدارة، مش أي وكيل لعيبة أو سمسار يفهم في الإدارة. طب الشروق قالت مصدر يكشف للشروق تفاصيل تعاقد الأهلي مع رضا سليم. الشروق راحوا لتفاصيل تانية، كرة بلاس كان بيقول أربع سنين، الشروق قالوا لأ ده خمس سنين، وقالوا إن الأهلي هيشتري رضا سليم بمليون وتسعمائة ألف دولار، وقالوا كمان ان في نسبه اعاده بيع. يعني كلام كتير جدا على موضوع انتقالات اللاعبين خلال الفتره اللي جايه. اخر حاجه في ترند الاهلي كوره 11، كولر لا يجامل المقصرين في الاهلي، السويسري يستقر بنسبه كبيره على التضحيه بست لاعبين من المارد الاحمر رلاحلهم خارج التتش نهايه الموسم الجاري. طيب هقول لكم الست لاعبين اللي التقارير بتتكلم عليهم: علي لطفي، والتر بواليا، محمد اشرف،
محمد فخري، احمد قندوسي، شادي حسين، وقالوا ان علي لطفي وشادي حسين خلاص بيقتربوا من الرحيل لنادي زد، وقالوا ان كولر هيحسم موقف قندوسي وخالد عبد الفتاح خلال الفتره اللي جايه. عموما ده الكلام الخاص بالترند الاهلي. نروح بقى لمقر النادي الاهلي بالجزيره مع الزميل العزيز محمد توفيق موفد قناه الاهلي عشان نعرف منه اخر الاخبار والكواليس المتعلقه بتدريب الاهلي اللي بدا حوالي الساعه 5. توفيق، مساء الفل، ازيك؟ مساء الخير الزميل العزيز محمد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. طيب، التمرين بدا الساعه 5، عايز اعرف منك استعدادات الفريق لماتش المصري بكره. كلام كتير جدا بيتقال على ان كولر ادى اجازه لعدد من اللعيبه، عايز اعرف منك كام لاعب خد راحه سلبيه، اجازتهم مدتها قد ايه، ومين ابرز هؤلاء اللاعبين، او لو عندك القائمه بالكامل اللي منحها كولر راحه حتى الفتره القادمه. طبعا يا محمد، يعني يمكن دي اخر مباراه في الدوري العام هذا الموسم، يعني الحمد لله احنا بطل المسابقه، كان موسم طويل جدا، ان شاء الله يعني على خير يخلص بكره باذن الله امام المصري في المباراه المؤجله، وان شاء الله كمان مباراه الكاس تخلص على خير وكل لاعبتنا يكون في اتم يعني حالتهم البدنيه والفنيه والصحيه. يمكن زي ما انت قلت عدد كبير جدا من اللاعبين حصل على اجازه، ويمكن بس الاجازه محمد قصيره جدا عكس ما الناس كانت كلها بتتكلم ان الاجازه لنهايه الموسم، لا خالص، الاجازه لغايه يوم الخميس بس. 12 لاعب بالفعل حصل على اجازه، من ابرز طبعا العناصر الاساسيه في الفريق طبعا بدايه من محمد الشناوي، علي معلول، محمد هاني، ياسر ابراهيم، كان محمد عبد المنعم موجود، ولكن طبعا يعني الجهاز الطبي والفني فضلوا ان هو يخوض بعض التدريبات الاستشفائيه، طبعا يمكن كان مجهد الفتره اللي فاتت ففضلوا ان هو بس يخوض بعض التدريبات الاستشفائيه، ولكن مش موجود في التدريب الجماعي اليوم. كمان مجموعه خط الوسط كلها محمد، يمكن اليو ديانج، مروان عطيه، وقفشه، وكمان محمد شريف ومحمود عبد المنعم كهربا، وبيرسي تاو، وحسين الشحات، واحمد عبد القادر. 12 لاعب بالتمام والكمال حصلوا على اجازه، ولكن فقط يعني لغايه يوم الخميس استعدادا طبعا لمباراه الداخليه في بطوله كاس مصر، هيكونوا موجودين مع باقي زملائهم باذن الله في مباراه في مران الخميس ان شاء الله عقب على طول الانتهاء من مباراه المصري غدا باذن الله، واللي ستقام على استاد برج العرب الاسكندريه. دي طبعا اخر مباراه، كل سنه وانتم طيبين وكل جمهورنا الاهلي طيب، موسم دوري رائع او اكثر من رائع من فريق النادي الاهلي، وان شاء الله كمان نختم بشكل كويس في مباراتين الكاس المتبقيتين. يمكن حمل التدريب النهارده كالعاده، النهارده التدريب الاول والرئيسي استعدادا لمباراه المصري، كان في محاضره فنيه المستر مارسيل كولر في يعني غرفه المحاضرات تحت يعني اسفل مدرجات مختار التتش هنا بالجزيره. يمكن المحاضره ما طولتش قوي، اتكلم فيها طبعا عن مباراه الغد واهداف الفريق، خاصه يا محمد انك بتتكلم في وجود اكثر من 5 عناصر من فرق الشباب المختلفه، سواء 2003 2001 وكمان 2005، في موجود عدد من العناصر اللي شفناها قبل كده بشكل كبير في تدريبات الفريق الاول. اللاعبين طبعا حالا وانا معاك دلوقتي محمد على الهواء، يمكن بعض التدريبات بالكوره، وبعد كده هيختتم التمرين بتقسيمه هيشارك طبعا فيها جميع اللاعبين، وطبعا الحراس الاربعه الموجودين في تدريب اليوم، علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزه علاء، ومصطفى مخلوف. ومن بعدها ان شاء الله الفريق هيتجه لمدينه الاسكندريه للدخول في معسكر مغلق الليله باحد فنادق منطقه برج العرب. الفندق بالظبط يا محمد بيبعد عن ملعب المباراه 10 دقائق. ان شاء الله الفريق هيتناول وجبه العشاء في الاسكندريه النهارده، ومن بعدها يخرج الجميع للراحه ويبداوا بقى برنامجهم باذن الله من 11 صباحا في فندق الاقامه، سواء بتناول وجبه الافطار او طبعا فتره الاكتيفيشن اللي هتجرى في الفندق في تمام الساعه 12:30 ظهرا، ومن بعدها المحاضره الفنيه او الغداء الاول هيكون في تمام الرابعه والنصف عصرا، والمحاضرة الفنية الساعة 6، ومن بعدها على طول التحرك لملعب المباراة. عدد كبير جدا ان شاء الله بكره هياخد فرصته محمد وهيبداوا المباراه، سواء من اللاعبين الناشئين او كمان اللاعبين اللي ما كانوش بيشاركوا في الفتره الاخيره. نتمنى لهم جميعا التوفيق، ويكون ختام اكثر من رائع لموسم الدوري العام او لبطوله الدوري العام للنادي اللي توج بيها باللقب ال 43، وان شاء الله بقى يعني يبقى الحديث بقيه في مباراتين الكاس وامام الداخليه ان شاء الله نوفق فيها، ويبقى عندنا كمان مباراه المصري في دور الثمانيه. دي كانت كل الاجواء عندنا هنا من التدريب يا محمد، اجواء اكثر من رائعه، مستر مارسيل كولر مدي اللاعبين كلهم الثقه سواء يعني نفسيا او كمان في الملعب، وان شاء الله ده يظهر على اداء اللاعبين في مباراه الغد باذن الله امام النادي المصري. ابرز اللاعبين الصاعدين توفيق، انت اتكلمت على لعيبه من 2003 و2005، يمكن انا شفت كريم الدبيس، شفت زعلوق، في لعيبه حتى لعبت الماتشات اللي فاتت، محمد فخري، كريم الدبيس، احمد نبيل كوكا، رافت خليل، لكن مين تاني من اللعيبه اللي صعدت ما كانش موجوده في التدريبات اللي فاتت والنهارده موجوده في التدريب، لان ممكن يشارك في مباراه بكره في ظل ان في 12 لعيب اجازه لغايه يوم الخميس اللي جاي؟ انت بتتكلم على التشكيله الاساسيه بالكامل واخده اجازه فيما عدا محمد عبد المنعم.
ويمكن كمان محمد عبد المنعم بنسبه كبيره. محمد كمان هيبقى خارج مباراه الغد زي ما قلت لك، هو بس موجود النهارده، ولكن الجهاز الطبي والفني يعني فضلوا ان هو يخوض بعض التدريبات الاستشفائيه. كمان يمكن عمرو السوليه موجود، طه شادي موجود برده، شادي حسين بيعمل بعض التدريبات الاستشفائيه، وكمان محمود متولي بيمارس تدريبات الاستشفائيه. يمكن الابرز طبعا المجموعه زي ما انت قلت محمد، في كمان محمد زعلوك مهاجم فريق 2005 وميدو اسامه لاعب الارتكاز، وطبعا مدافع واعد جدا من فريق 2003 حازم. يعني مجموعه كلها كانت موجوده معظمها الفترة اللي فاتت زي ما انت قلت، موجودين في مباراة بكرة ان شاء الله يظهروا بالشكل اللي مستنينه كلنا منهم، وباذن الله يكونوا اضافة للفريق بكرة مع العناصر طبعا الاساسية اللي موجودة من الفريق الاول، سواء طاهر او كمان كابتن الفريق بكرة باذن الله هيكون رامي ربيعة، وطبعا موجود احمد القندوسي، مجموعة كبيرة من اللاعبين ان شاء الله بكرة يأدوا اللي عليهم ويأدوا تعليمات الجهاز الفني، ويكون التوفيق معاهم باذن الله رب العالمين. وده اخر مباراة طبعا يا محمد انت عارف، فان شاء الله الموسم يخلص على خير، واحنا طبعا الحمد لله توجنا بالبطولة، وده مجهود اكثر من رائع سواء من اللاعبين او الجهاز الفني، ولكن طبعا حالة الاجهاد هي اللي يعني دفعت مستر مارسيل كولر لاعطاء هذه المجموعة من اللاعبين اجازة. اكيد طبعا كنا نتمنى ان كنت اجازة اطول، ولكن طبعا مباراة الكأس وبطولة جديدة ففيها دوافع جديدة وطموح جديد انك تحافظ على لقبك فيها، ده اعتقد برضو اللي هيخلي اللاعبين يعني الاجازه هتبقى قصيره شويه لغايه يوم الخميس فقط، ومن بعدها على طول يعني الاستعداد على طول للمباراه الداخليه اللي هتبقى على طول يعني ما فيش ثلاث ايام وهتلاعب الداخليه ان شاء الله نوفق فيها، وهبقى ثلاث ايام وهنلاعب النادي المصري مره اخرى باذن الله. التوفيق يكون معانا محمد، وتاني الموسم زي ما احنا قلنا خمس بطولات من خمسه الحمد لله، وكمان تبقى واصل للدور قبل النهائي في بطوله كاس مصر، اعتقد ده هيبقى انجاز كبير جدا نختم بيه الموسم، وباذن الله نستعد لما هو قادم، خاصه ان احنا داخلين زي ما انت قلت اكتر من مره محمد على موسم شاق جدا ومليان بطولات، وطبعا هدفنا وهدف كل جمهور النادي الاهلي هو الفوز بكل البطولات ان شاء الله، والتوفيق دايما يكون مع النادي الاهلي باذن الله رب العالمين. زميلنا محمد توفيق مفضى قناه الاهلي بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والايضاحات من مقر النادي بالجزيره، وكلام مهم جدا قاله توفيق اثناء التدريب، اتكلم على فكره ان في 12 لاعب خدوا اجازه بشكل رسمي قدامنا اهو، يمكن ده جانب من التدريب اللي بدا منذ قليل على ملعب التتش بالجزيره. يمكن السوليه طبعا مش هيشارك في ماتش المصري، شادي حسين كمان خلاص يعني المفروض بيستعد الفتره الجايه ممكن للمغادره والتجربة جديدة في أحد الأندية، لكن قدامنا جيل صاعد من قطاع الناشئين موجود في تدريبات الفريق الأول عشان يكون موجود بكرة في ماتش المصري. كولر خلاص بعد ماتش بيراميدز شايف أن الأفضل نريح اللعيبة، بس في نفس الوقت عنده مباراة الداخلية الأسبوع اللي جاي، وعنده كمان مباراة في نهاية الأسبوع اللي جاي في حال الفوز على الداخلية، فريح اللعيبة كام يوم، ومن يوم الخميس المجموعة اللي خدت أجازة هترجع عشان تستعد لماتشات الكاس. في الختام قدر الإمكان حاولنا نقربكم شوية من الأحداث والأخبار اللي موجودة على السوشيال ميديا، مراسم قرعة دوري أبطال إفريقيا، شروط القيد للمسلم الجديد، وبعض المعلومات اللي موجودة على السوشيال ميديا كان لازم يبقى فيها توضيح. أنا بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله غدا حلقة جديدة من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.